لازم تبقى عارف ان هو في ازمه عالميه تحديدا في بنج السنان. عايز تقول ايه؟ بس مش عايز اقول حاجه، بمنتهى الجلاء والبساطه والوضوح، في ازمه عالميه في بنج السنان. مش مصدق ولا حاجه، ادخل يا حبيبي على جوجل واكتب هل في ازمه بنج السنان في العالم كله ولا لا. بس خلاص، خلونا نفهم الازمه دي سببها ايه، ويا ترى الاطباء او اطباء الاسنان تحديدا مترقبين ايه. معانا على التليفون دكتور ايهاب هيكل، نقيب اطباء الاسنان. اهلا بيك يا دكتور ايهاب. اهلا بحضرتك. الغوصه يا دكتور ايهاب، كله الا الم السنان. طبعا بقول لحضرتك الازمه عندنا مش في البنج فقط، مستلزمات كتير واجهزه كتير ناقصه. لكن البنج هو روح العياده طبعا، فبالتالي هو اكتر حاجه بتاثر على الاطباء وعامله المشكله، عشان كده هم يعني كله سائر بصراحه من الموضوع ده. والازمه دي رابع ازمه من 2017 بدات، دي الموجه الرابعه ليها، بس الموجه دي طولت وداخلين في سنه. ايه سببها يا فندم؟ بص، هو سببها طبعا في نقص في المخزون العالمي بره، ده حاجه اساسيه. الاستهلاك بتاع مصر تقريبا كل شهر حوالي 80,000 علبه. اوكي. يزيد شويه ممكن في الصيف وكده، لكن ده المتوسط بتاعه 80,000 علبه. ماشي. الانتاج في مصر عندنا شركه اسكندريه للادويه بتنتج 500 علبه في اليوم. بتحصل ساعات اعطال في خط الانتاج بتاثر عليها، بتحصل مشاكل في المكن. وكانوا قالوا في شهر مارس اللي فات لما زرت الشركه انه في خط انتاج جديد جاي لهم، نشتغل في اول سبعه او في شهر سبعه يعني هينتج 2000 علبه في اليوم. الخط ده او المكن بتاعه لغايه دلوقتي في المينا ما دخلش، حتى ما دخلش لغايه دلوقتي. انا بقول لك الواقع هو ما دخلش لاجل اجراءات سابقه، تم تعديل الاجراءات زي ما حضرتك عارف، هتلاقي المكن باذن الله داخل يعني يا رب. نعمل في هذا الامر. في مصنع تاني قطاع خاص بينتج في مصر طاقته الانتاجيه الكامله، لو اشتغل فول كاباسيتي هيعمل 30,000 علبه. ده في اسكندريه برضو؟ لا، ده في 6 اكتوبر. أوكي. ده مصنع قطاع خاص مش حكومي. اوكي. المصنع ده تعرض لاعطال كتير، اعطال نتيجه الفاريشن او اعاده المعايره، لان حصل تغيرات كتير عنده. يعني مثلا الزجاج بتاعه اللي بيستخدمه في تعبئه الكربون اتغير النوع بتاعه، لان السبلاير اتغير نتيجه الازمه، فما فيش استيراد بسهوله من اماكن معينه، فبدا يستخدم نوع تاني من الزجاج اللي اتعبى فيه البنج. اتعطل فتره، تدخلنا مع هيئه الدواء وبصراحه سارعوا في الاجراءات وخلصت. حلو. غير تاني في الستوبر المطاط اللي بيسد الكربون اللي بيقفل اللي هي الفايل. بالظبط بالظبط كده. فده محتاج فاريشن او معايره، دي بتاخد حوالي 6 شهور في الرسمي. لكن برضو تدخلنا مع هيئه الدواء، ورئيس هيئه الدواء مشكورا تكرم وسرع الموضوع وبدا ينتج كويس فعلا من اسبوع. حلو. تمام. بالنسبه للاستيراد، في عندنا 2 مستوردين، واحد مستورد رئيسي بيستورد حوالي 20,000 علبه شهريا. وفي مستورد ثاني استورد مره 5,000 علبه 9,000 علبه، يعني مش لا يعتمد عليه حاليا لانه لسه مش مستمر، لان كمان سعره غالي جدا من بره، فهو بيحاول يعوض، لانه لما يجي البنج يبيعه مع حاجه ثانيه عشان يعوض فرق السعر، فرق الخساره. المستورد اللي بيستورد 20,000 علبه في الشهر جاي له عنده 2 كونتينر موجودين في المخازن المبرده في اسبانيا، مش عارف يستوردهم وبيدفع لهم ارضيات نتيجه انه مش عارف يحول فلوس. برضو دي من ضمن الاجراءات اللي تم حلها، فباذن الله جايه لنا. يعني هقول لحضرتك، هو احنا كنا خاطبنا البنك المركزي قبل كده، كان حصل طفره كبيره جدا بعد رفع الدولار واجراءات البنك المركزي بتاعت ال سي، وجاء الناس اشتكت ان في اسعار زادت جدا في السوق، فجمعت التجار كلهم او يعني من يمثلهم في النقابه، وقعدت معاهم واشوف ايه مشاكلكم. قالوا لي احد المشاكل الماضي، فبعت خطاب يومها لوزاره الماليه وقابلت نائب وزير الماليه، قال لي لا الموضوع ده مش مختص، احنا مش مختصين بيه، ده البنك المركزي. فارسلت خطاب للبنك المركزي لمحافظه البنك المركزي، وعملت يعني لوبي زي ما تقول كده من اعضاء لجنه الصحه في مجلس الشعب، كلموا اعضاء تاني في مجلس الشعب، وبصراحه البنك المركزي استجاب خلال يعني اسبوع. قلت له يعني انت حاليا سامحين للدواء والاغذيه، طب ما هو المريض اللي رايح يتعالج عشان ياخد دواء لازم الاول يتعالج فيه، محتاج مستلزمات واجهزه طبيه. طبعا. فبصراحه محافظ البنك المركزي استجاب ولغى ال ال سي من على، ما بقاش فيه اعتماد بقى ممكن بالعرف السنه دي فقط. لكن بقيت المشكله اللي هي تدبير العمله. يعني تدبير العمله هو المشكله، وده اللي مأثر على الشحنتين البنج او الاثنين كونتينر اللي هم جايين من بره. فده مأثر على الازمه حاليا. لو بتكلم على الحل طويل الامد، انا قابلت
اللواء إيهاب أهل الزيدان رئيس هيئة الشورى الموحد، لأن طبعا هم بيبقى مخزون استراتيجي أو يعني لما نيجي أنت عارف كل ما أنا اتكلمت مع الشركات لوحدها، المصانع لوحدها، هيئة الدولة لوحدها، كل ما تكلم مع حد كل واحد بيحل المشكله من وجهه نظره هو. قابلت اللي هو بهاء، وقابلت معالي وزير الصحه، وقابلت معالي رئيس هيئه الدواء، كل واحد منفصل. وبعدين اتجمعنا احنا الثلاثه مع احنا الاربعه اسف يعني هم الثلاثه واحنا كنقابه في اجتماع واحد يوم الثلاثاء اللي فات، وبدانا نحط نقول ايه الحلول بتاعتها. احد المشاكل يعني من الحاجات لونج تيرم وحاجات على الشورت تيرم. الحاجات اللي على اللونج تيرم انه في شركات بره ثانيه هربانه من السوق المصري بسبب ان زي ما انت شفت قلت ان في ازمه عالميه، فالانتاج مش مكفي للعالم كله، وبالتالي هو لمصر عندنا التسعير بند التسعير والبوكس، وده اول البوكس وده مش عارف يجي بعده. فبالتالي الشركات بره لما يبقى البنج مثلا سعره 19 و20 و25 دولار لبعض الانواع من ارضه من ارضه ازاي يتباع هنا ب 400 جنيه؟ ده هو كده من ارضه معدي السعر ده. فقلت ان احنا قلت له طلبت ان احنا نفتح السعر شويه للحاجات اللي تيجي من بره لو هي بسعر معين، يبقى في فاريشنز اكتر بانواع ثانيه حتى لو بسعر اعلى من المشكله، بدل ما يبقى في سوق سوداء يعني البنج اللي ب 400 جنيه بيتباع ب 1000 جنيه سوق سوداء. فقلت له نفتح شويه يبقى في اللي ب 400 في اللي ب 300 ممكن يبقى في ب 1000 مفيش مشكله، اللي عايز ياخد ياخد، وفي النهايه ده سقف لو توفر هينزلوا بالسعر غصب عنهم. ده كان احد الحاجات. فبصراحه هو يعني دكتور تامر عصام وافق على هذا المقترح وقال لي انا كل حاجه لما يجي لي حاله زي كده هبلغك بالسعر، انتوا موافقين عليه كنقابه؟ هنقول لهم اوكي. مش موافقين شايفين مش هينفع للسوق، هنقول لهم لا ما ينفعش معانا ده. فبالتالي نقدر ندخل انواع ثانيه، ما يبقاش بس الاحتكار قايم على المجموعه اللي بتبيع بس في مصر كده. ده كان احد الحاجات. الحاجات الثانيه قلنا له دلوقتي هو في طبعا وهو متفق معانا ان في سوق توزيع، سوق تام في شبكه التوزيع وبتوصل لتجار مصطفى وبيرفعوا السعر وبيخلقوا سوق سوداء، والبنج للاسف عشان يخضع ل 75 صيدله فلازم يتباع اما من خلال مستودعات ادويه او صيدله. فبعض الصيدلات اتفقت وصلنا مع بعض بالذات صيدله الاسعاف انه يتباع عن طريق الصيدليات. للاسف بعض الصيدليات بتاخد كميه دكتور صورته وكل حاجه وبعدين بتلاقي بعد كده يعني اديت له علبتين يجي الاسبوع اللي بعده هو ما جاش، ممكن صوره الكميه بتاعته دي يطلع بيها علب بتروح للموزعين وتوصل للسوق السوداء. انت فاهم قصدي توصل ازاي؟ وطبعا اشتكينا وبلغنا الكلام ده وبلغنا حتى الجهات الامنيه بهذا الامر يعني. ففي سوق في شبكه توزيع، فقلنا لهم دلوقتي اتحاد المهن الطبيه بيملك شركه من حقها تسوي الادويه او توزع الادويه. والشركه دي احنا كنا متواصل بجهود فرديه مع الشركات والمصانع بحيث ان احنا ناخد منهم ونوزع على من خلال منافذها في 27 محافظه على النقابات من خلال النقابات الفرعيه. بس الكميات اللي خدناها في الجهود الفرديه ما كانتش كتير. فاقترحنا على هيئه الدواء ان هم يخصصوا لنا يعني يبقى في اتراك عن شحنات تاخدها الشركه وتبدا توزعها. والدكتور تامر عصام وافق على هذا الكلام وبالفعل افرج لنا عن 4000 علبه كان عندنا مؤتمر الاسبوع اللي فات تم توزيعهم فيه، وطبعا كان في تخطيط رهيب جدا وازدحام رهيب جدا على منفذ الشركه. يعني منظر سيء جدا. طب انا كده يا فندم يبقى عندي حجم عجز تقريبا قد ايه؟ لا حجم العجز الحالي دلوقتي احنا بنتكلم في حوالي يمكن القائم حاليا بنتكلم في حوالي اكثر من 20000 علبه. طيب انا هستاذن حضرتك الحاجه الثانيه اللي اتفقنا عليهم معانا احنا نعمل توزيع مباشر من هيئه الشراء الموحد، يعني هيئه الشراء الموحد تاخد وتوزع للاطباء مباشره يعني عن طريق، بس دي هتاخد لها شهرين لان احنا عملنا ابلكيشن الاطباء يدخلوا يطلبوا زي ما بيطلبوا من امازون او اي حاجه، يطلبوا البنج يوصل لهم ويدفعوا رسوم التوصيل بس. واعود مره ثانيه لدكتور ايهاب، ما رايكم دام عزكم يا دكتور؟ زي ما قلت لحضرتك احنا عملنا اجتماع عشان موضوع انهاء الجزء المعزه دي، بصراحه يعني كانت مبادره من معالي الوزير وبعدين كانت مبادره ثانيه من الدكتور تامر عصام تواصل مع اللي هو بقى ان احنا نعمل اجتماع موسع يضم الاربع اطراف، وده تم الحمد لله يوم الاثنين فكده بينا على يعني عن نفس الخط. طيب الحاجه الثانيه اللي كان اقترحها الوزير واحنا كنا اصلا بنناقشها مع يعني مع بعض من الزملاء ان في مصنع برضه مشارك فيه اتحاد المهن الطبيه في مدينه فرع الشرطه ممكن ينتج بنج، بس هنحتاج بس تسريع الاجراءات بتاعه التسريب وهيئه الدواء ما عندهاش اي مانع في تسريع تخصيص هذا المصنع مثلا المبادره بتاعته. الابلكيشن اللي اتينا فيها قدامها نجهزها ونحطها مع هيئه الدواء
نربطها ببيت النقابه مع هيئه الدواء، اسف مع هيئه الشراء الموحد. أوكي. علشان الطلب هيئه الشراء الموحد يعني بالذات الخط بيقطع. على العموم احنا ابتدينا فيها اوريدي، ابتدينا نعملها وقدمها ودكتور راوي قالت لي قدامها بالكثير شهرين. ايوه احنا ابتدينا فيها في الفعل، بنعمل الابلكيشن ديت، بنربطها بابلكيشن النقابه وهنربطها مع هيئه الشراء الموحد، بحيث يبقى الطلب من عليها بالذات في فتره الاعتماد هيبقى مهم جدا ان هو يجي من مصدر موثوق منه بعيدا عن كل الوسطاء والدخلاء اللي في النص. طبعا طبعا فدي احنا اوريدي من بعد ما اتكلمنا في هذا الامر، فان شاء الله هتبقى جاهزه ان شاء الله في خلال شهرين. لكن انا بتكلم على الحمل احنا دلوقتي، يعني الدكتور تامر عصام لما بعت لي صور المعرض الاخير اللي كنا فيه والزحام الرهيب اللي على عقلين، اتصل بيا بصراحه وقال لي انا هوفر لك نهايه المهن 4000 علبه كمان الاسبوع ده، اللي هو 2 مليون كربونه. هوفر لك 4000 الاسبوع ده كمان، يعني على اخر اسبوع ناخدهم نوزعهم من خلال شركه المهن الطبيه على النقابات الفرعيه 26، يعني طبعا حسب نقابات بحيث ان احنا نقدر نحط اكبر عدد مؤقت، هيكون مؤقته بس بنشيد فيها الوسطاء اللي هم بيرفعوا الاسعار. طب ده يخليني اسال سؤال اخير يا دكتور ايهاب معلش. اتفضل. انا عارف انه الدواء بشكل عام بيبقى المصنع وشركه التوزيع ثم تذهب الى حاجه يطلق عليها المخازن اللي هم الموزعين الاصغر. هل تظن او ترى او حتى على يقين كامل بانه قد يكون هناك بعض الكميات جوه المخازن وما بتطلعش عن عمد؟ في مخازن المصانع ومخازن الشركات لا يفرج عنها الا من هيئه الدواء، يعني في دايما لا انا بتكلم على اللي هي مخازن وشركات توزيع صغيره تحبس البنج حبه، تعطش السوق وبعدين تطرحه بسعر عالي. هو اصلا في ندره، فكونهم يسكوه يعني مش كده كده في ندره، فبالتالي اصلا سعر السوق عالي. يعني حاليا طبعا ممكن مش وارد يكون البعض هو سبب هذه الندره؟ علشان كده عايزين نلغي الوسطاء، عشان كده قلت احنا بنتعامل مباشره مع الاطباء، كشركه حمايه طبيه بتتعامل مباشره مع الاطباء عن طريق النقابات بتاعتهم، بيحجزوا وبييجوا برقم الكارنيه بياخدوا. بيحصل احيانا ان في ناس بتستغل كارنيهات الاطباء ويشتروا عن طريق الاطباء وياخدوا فخذا، يعني واحد يلم صور كارنيهات ويروح بيها، بتحصل احيانا. المشكله في البنج ان هو ما بيتباعش عن ترشيحات عاديه، بيخضع للقانون رقم 70، فلازم يتباع عن طريق الاليات. وانا برضو اعترضت على هذا الموضوع، يعني قلت لهم ما فيش مريض بيدخل صيدليه يطلب بنج يشتري بنج، والحين بيه ايه اللي بيشتري؟ طبيب في النهايه. فيعني انا نفسي اتحرر من الـ من الـ من المعضله دي. انا برضو اخاف، وحضرتك ادرى يعني باثار هذا البنج، انا اخاف بس انه يبقى حد عادي يخش يطلب بنج فياخده، لانه ممكن يستخدمه استخدام المخدرات. لا هو مش هيعمل المخدرات بس، اقصد ما هو ممكن اي واحد، ممكن حضرتك تدخل اي صيدليه تطلب البنج، بس في الازمه هم بيعملوه بالكارنيه، لكن في غير الازمه اي حد بيدخل يطلبه. في ساعات الدكاتره بتوع العظام اللي بيحقنوا كورتيزون بيحتاجوا كربون بنج معاه، ممكن المريض يروح يشتري حقنه الكورتيزون ومعاه كربون بنج من الصيدليه. هي دي غريبه، وحضرتك سيدي اللي عارفين دي استحاله تحصل بره، انه حد يخش يشتري بنج من الصيدلية ويخرج استحالة. طبعا ده إضافة إلى أنه استحالة حد يشتري أي حاجة تستخدم عن طريق الحقن أصلا. يعني البرة البنج ما بيتباعش من الصيدليات، هي دي المشكلة، أنه هو عندنا خاضع للقانون رقم 70 صيدلة. فدي طيب. عشان التفعير بتاعه بيقع تحت بند التفعير، يعني وبيقع فاهم. على كل حال احنا هنتابع مع حضرتك يا دكتور، وهنتابع بالتاكيد مع لجنه الصحه في مجلس النواب، وطبعا مع دكتور راويه استاذه النائبه راويه، حول هذا الموضوع الى ان نجد حلا باذن الله، او بالادق الحمى لحد ما تقولوا لنا خلاص بدانا في الحلول وانه الازمه تنجلي او تنتهي. بشكرك جدا دكتور ايهاب هيكل، نقيب اطباء الاسنان.